في البداية أشكر صديقي وزميلي وأخي الدكتور عبد الرؤوف المانع للدعوة وللشرف الذي نالني لأشارك معكم اليوم في الأسبوع البحث العلمي الثاني بفلسطين. في البداية أعرف بنفسي، الدكتور الهادي بن منصور أستاذ محاضر للتعليم العالي في علم السموميات البيئية ورئيس وحدة البحث للتحاليل وأساليب مطبقة في البيئة بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا المهدية بتونس. اسمحوا لي أن أقدم وحدة البحث هذه في بعض الثواني. اللي تتكون وحدة البحث هذه من 14 أستاذ باحث، 10 طلبة في الدكتوراه و11 طالب في الماجستير. وحدة البحث هذه تعمل على محورين بحثيين اثنين، اللي هما الرصد البيولوجي واللاقط البيولوجي، والاثنين يصبوا في نفس الموضوع اللي هو موضوع المياه. وتنشط وحدة البحث اللي هي تحاليل وأساليب مطبقة في البيئة في ثلاثة مجالات أساسية. المجال الأول هو التحليل الفيزيوكيميائي باستعمال التقنيات الكلاسيكية مثل تحديد السيودي ولا البيودي ولا التيوسي، ولكن في نفس الوقت نستعمل آلات حديثة، آلات لتحديد التحاليل باستعمال الكيمياء الدقيقة مثل PLC MSMS والGC MSMS، وكذلك هو تطوير لاقط بيولوجي قادر على أن يحدد الملوثات هذه في المياه. المجال الثاني اللي تنشط فيه وحدة البحث هذه هو استعمال كائنات، هو دراسة وتأثير تلوث المياه على المحيط وعلى الإنسان، صحة الإنسان في نفس الوقت، مثل استعمال الكائنات الدقيقة، البكتيريا التي تحتوي على تحويرات جينية داخلها ولها قدرة على استقراء تأثير الملوثات على صحة الإنسان. في نفس الوقت نستعمل اختبار السمية الخلوية للسيل بروليفيريشن عن طريق زراعة الخلايا السرطانية، وفي نفس الوقت كذلك نستعمل الاختبار عن طريق الجسم الحي in vivo أو في الموقع المياه الملوث يعني in situ. والهدف من هذا المجال الثاني هو تطوير إمكانية الاختبار بالرصد البيولوجي لمتابعة المياه وتلوث ونسبة تلوث المياه. المجال الثالث اللي تنشط فيه وحدة البحث هذه هو معالجة المياه وتثمينها بعد المعالجة. في المجال هذا نقوم بعزل وتوصيف الكائنات الدقيقة البكتيريا الغير ضارة خاصة، ونقوم بتخصيبها وتكاثرها واستعمالها في معالجة المياه عند المصدر، يعني عند خروجها من المصنع أو من محطات التطهير. استعمال المياه خاصة إعادة استعمال المياه هذه بعد المعالجة خاصة في الري والزراعة بصفة عامة. ويجدر الإشارة إلى أن وحدة البحث بالرغم من أنها حديثة التكوين، ولكن قامت بمشروع ضخم حول إعادة استعمال المياه الناتجة عن مصانع الحليب في ري أشجار الزيتون بولاية المهدية، اللي تعد عندها نقص كبير من مواردها المائية. نمر لموضوع المحاضرة اللي باش نلقاها اليوم، هو يخص تلوث مياه البحر بالمضادات الحيوية. كما تعرفوا أن المضادات الحيوية هي تعتبر من أكثر الأدوية في الإنتاج، ولكن في نفس الوقت هي من أكثر الأدوية الأكثر استعمالا حسب منظمة المنظمة العالمية للصحة، ولكن اليوم أصبحت تمثل مشكل أساسي في الصحة على صحة الإنسان، ولكن مشكلة كذلك للبيئة والمحيط، حيث لها مشكلتين أساسيتين اللي هما ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، ولكن المضادات الحيوية عندها تأثير أيضا مباشر على المحيط البحري وعلى صحة الكائنات البحرية اللي هي بنفس الوقت من بعد ترجع للإنسان، يعني على صحة الإنسان. قمنا في السنة الماضية والسنة اللي قبلها بمشروع بحث. المشروع هذا يقوم على أخذ عينات من السواحل التونسية كما تشاهدون في الألوان الموجودة بالأحمر من محطات التطهير
ياسين او سلس لتحديد وجود المضادات الحيويه والا غيابها في هذه العينات من المياه. وتوصلنا النتائج كما تشاهدوا هنا هي النتائج بتاع محطات التطهير، يعني في دخول المياه محطات التطهير وفي خروجها، ومعناتها في استعملناها معناتها في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، وكما تشاهدوا هنا معناتها وجود كميات في بعض الاحيان كميات كبيره من المضادات الحيويه في دخول عند دخولها محطة التطهير، ولكن عند خروجها يعني ان محطة التطهير هذه غير قادرة على إزالة المضادات الحيوية. يعني كما تشوفوا مثلا نعطيك مثلا تاع الكلوران في ليكار اللي هو موجود خاصة في محطة التطهير شمال تونس، لهنا ثم مضادات حيوية أخرى مثل السيفابيريدين اللي هي موجودة بكميات كبيرة في عند دخولها وخروج المياه من محطة التطهير، كذلك السيفابيريدين لا دانون فلاكساسين ولا تيني توبين اللي هي موجودة أيضا بكثرة في دخول وخروج المياه من محطات التطهير. ثم مضادات حيوية أخرى، البحث هذا يشمل حوالي 150 نوع من المضادات الحيوية، وقع اكتشاف كميات في بعض الأحيان كبيرة ما تتفوق ما تفديه دراسات أخرى من المضادات الحيوية. والمضادات على المياه اللي عند خروجها من محطة التطهير هي تمشي وتصب في مياه البحر. إذا كان يصب في مياه البحر مش داخلها عينات من مياه البحر من الشمال والوسط بتاع تونس، ومكنا من تحديد وجود بعض المضادات الحيوية مثل الكلوران في ليكار اللي هو موجود في البحر وكذلك موجود في محطات التطهير. في بعض الأحيان تكون الكمية كبيرة مثل مثلا في جهة سوسة ولا جهة هركلة اللي هي كميات تفوق العادة. مثلا نأخذ هنا الكلورات في ليكار اللي موجود في جهة هركلة اللي هي جهة محاذية لمنطقة سوسة لتونس، وكذلك الأنتيبيوتيك اللي هو طبسون موجود أيضا بكميات كبيرة في مدينة المنستير. أيضا على السواحل المدينة في مياه البحر ممكن من إزالة الكلورات في ليكار بنسبة كبيرة، وكذلك الدبسون. تأثير وجود المضادات الحيوية يتمثل خاصة في ظهور بكتيريا مضادة، فهل البكتيريا هي المقاومة للمضادات الحيوية تمكننا من أخذ عينات من مياه البحر من بعد ترشيحها في الريشن، وبعد خلال البي سي آر بعدنا للتلاجم الكنازي بالإلكتروفيريزيس دي جي بي، وهذه هي معناتها طرق جزئية باش نعرف نوعية البكتيريا اللي موجودة في البحر هل هي مقاومة للمضادات الحيوية ولا لا، وتعطينا الدي إن إي سيكونسر باش نتمكنوا من تحديد البكتيريا هذه. وكما تشاهد في بروفايل دي جي جي بي اللي ظهر وجود أنواع عديدة من البكتيريا بالتحاليل اللي عملناها على الدي إن إي، تمكنا من تحديد أنواع البكتيريا هذه والعديد من أنواع البكتيريا مثل سيليميناس بيكيلا أيليجينوزا لشيليلا بايروبلاس اللي هما ظهروا أنهم فيهم أنواع مقاومة للمضادات الحيوية. النتيجة الهامة اللي وصلنا لها هنا هو أن في بعض الأحيان وفي بعض المناطق ثم مضادات حيوية موجودة في البحر ولكن ماهيش موجودة في خروج المضادات من محطة التطهير، ولكن في نفس الوقت الكمية بتاع المضادات الحيوية في بعض الأحيان اللي لقيناها في مياه البحر هي أكبر من الكمية اللي موجودة في محطة التطهير. هذا يلخص أنه ونستنتج منه ان ثم هناك مصدر اخر لتلوث مياه البحر بالمضادات الحيويه. حبينا نعرف شنو مصير المضادات الحيويه في مياه البحر، خاصه تاثيرها على الكائنات الحيه، الكائنات البحريه
الحياة واختيار هذه السكر والسكرات اللي هي سميوها في تونس الغطاء، وتمكننا بنفس الطريقة البيلسي أنساماس من تحديد العدة من المضادات الحيوية اللي هي تركزت في النوع هذا من الأسماك البحرية. يعني اخذنا أسماك اللي هي أسماك المربات والأسماك اللي هي أسماك عايشة في البحر، وفي كلتا الحالتين تمكننا من تحديد بعض وجود بعض المضادات الحيوية. وجود هالمضادات الحيوية كان سبب في ظهور بكتيريا اللي هي ضارة جدا ومقاومة للمضادات الحيوية اللي هي الفيبريو، معروفة بالفيبريو والفيبريوم. كما تشاهد هنا البكتيريا هذه كما تشاهد هي مضادة ولا مقاومة للمضادات الحيوية، وهي ضارة حتى بصحة الإنسان، وهي تنجم تتعدى الإنسان حتى بلمس الأسماك هذه. في الوقت الحالي نشتغل على مشروع بحث كبير ممول من طرف منظمة المجتمع العلمي العربي. المشروع هذا يقوم على جمع عينات من العديد من الدول العربية اللي هي تونس، مصر، قطر، الجزائر، المغرب. العينات تمثل يقع جمعها من محطات تطهير ولكن مياه البحر نفس الوقت، ونقارن النتائج ببعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، فرنسا، وبلجيكا. المشروع هذا يبدأ في شهر سبتمبر 2017 وإلى حد الآن هو ما زال متواصل، ونتمنى ولو أتمنى لو كان فلسطين والغزة بصفة خاصة تكون مشاركة معنا في هذا المشروع. وفي الأخير نشكركم ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في أسبوع البحث العلمي، وإن شاء الله في لقاء قادم إن شاء الله.